ميشو فاطن وميشو اخ وعكس بعض بيعيشوا. فاطن وميشو فاطن وميشو اخ وعكس بعض بيعيشوا. فاطن يا عيني مكسور جناحي وميشو قراري ونافش ريشو. فاطن يا عيني مكسور جناحي وميشو قراري ونافش ريشو. يعني مصر برضه حسين بيه انك ما تتهمش حد بسرقه خزنه الفيلا؟ ملهاش اي اهميه. اولا لانهم اكيد هينكروا. ثانيا انا معيش اي دليل. طيب انا ممكن اعمل طلب تعيين حراسه لو اثبتنا التهديدات دي في محضر رسمي. شاكر جدا يا عمر بيه. انا ما بحبش الحراسه والا كنت جبت حرس من زمان قوي. ثانيا هم بيعملوا لي خنقه. على العموم يا حسين بيه احنا هنعمل كل نقدر عليه عشان نوصل اللي عمله كده. واحنا بجد فخورين ان في راجل اعمال شريف وقلبه فعلا على البلد. شكرا يا ابو عمر بيه. بعد اذنك. اتفضل يا فندم. شرفت يا فندم. شرفت. اتفضل. خليك قمر بيه. شكرا. ماشي يا باشا. شرفت يا باشا. يبقى مين اللي سرق سيدي لو مش ميشو؟ السر معدودي عشان هو الوحيد اللي شاف الحرامي. ميشو ده مجرم حرامي ومش هيجي صدقيني. لو ما جاش هقدم اعتذار عن رساله الماجستير. طب لو جه؟ اطلبي اي حاجه انت عايزاها. عزومه في اكبر ريستوران في البلد. بسيطه. موافق. وحكومه انت بينا يا دكتور. طب انت مديه لنفسك فرصه النهارده الساعه 10 بالليل اخر فرصه. لو ما جاش 10:05 هكتب الاعتذار.
جميل، والساعة 10 قربت، بس مش معنى انه ما جاش تبقى انت فشلتي، لان مفيش تجربة في الدنيا بتنجح من اول مرة. المهم ان احنا نحاول ونصبر. اوكي؟ اوكي يا ماما، انا هقوم انزل بقى عشان الحق شغل. استني انا هنزل معاكي. خلي بالك منها يا حضرة الظابط. وليلى هي اللي تخلي بالها مني. حضري نفسك بقى يا ماما للعزومة. يا انت متأكدة قوي انه جاي؟ طبعا. طب اتفضلي قدامي. عم انس، بوستة عم انس يا جميل. عم انس، عم بوستة، اخبار جديدة هتبسطك يا عم انس. عم انا، عم انس، عم انس، عم انس، عم انس، مالك؟ ايه اللي حصل عم انس؟ انا كويس، ما تقلقش يا فضيل. خير يا دكتور؟ عنده ايه؟ هو حصل له ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ادى لسرعه ضربات القلب وعدم انتظامها. وعموما انا اديته حقنه هتنظم له ضغطه وتظبط له ضربات القلب، والدواء ده يمشي عليه لمده اسبوع وانا هبقى اتابعه. شكرا يا دكتور. انا جبت فطين، انا هروح اجيب الدواء. قول لي عم ستيشن ايه اللي حصل بالظبط؟ هي حصلت يا ميشو كده؟ عمي انس خلاص ما بقاش فيك فايده للدرجات دي؟ انت منطينا تانية غيرنا؟ ايه اللي انت عايزه بالظبط؟ ما بقتش عارف انا عايز ايه. في حاجة جوايا بتحركني، ايه هي مش عارفها. نفسي اطير وامسك نجوم السماء بايديا، بس في حد ماسك في رجلي منعني ان اطير. مش عارف الحد ده مش عايزنا نوصل للنجوم، ولا خايف عليا لقعة. اتفضل يا استاذ خطيب. انا جاي اقدم بلاغ رسمي في مشهور سيد حسين اخويا حضرة الظابط. طب اتفضل اقعد يا استاذ خطيب. قولي بقى، ايه اللي خلاك تقرر تقدم دلوقتي بالذات بلاغ في اخوك ميشو؟ لان خلاص يا حضرة الظابط يئست، كل محاولات تغييره فشلت. انا حاسس ان انا كنت واهم. لا يا استاذ فطيم، انت ما كنتش واهم وما فشلتش، وكل اللي حاولت فيه جاب نتيجه. انت نجحت فعلا. نجحت ازاي بس وانا حاسس بالذنب لاني ضيعت وقتك، وكمان كل اللي بيحصل لعم انس ده سببي. لا نجحت، والدليل على كده ان مش من عندي دلوقتي حالا. ايه؟ مش اخويا كان هنا؟ ايوه، وحكالي كمان على اللي حصل مع عم انس، وخلاص اقتنع انه يتغير وهنبدا من بكره. ايه ده؟ انت بتتكلم جد؟ يعني اخويا ميشو خلاص اتغير وهيبقى واحد تاني؟ يعني انا نجحت؟ انا نجحت؟ انا عايز ابوسك، انا عايز ابوسك، انا اسف مش هينفع. انا نجحت، انا نجحت، انا نجحت، انا نجحت، انا نجحت، انا نجحت، 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 انا نجحت، انا نجحت. وماله فرحان كده ليه؟ يعني ما كان طلعت قماش ولا ايه؟ مين ده؟ انا بشبع عليك. ده يا سيدي فطين سيد حسان اخو ميشو. اه ده بقى اللي قال اينما يتواجد الحب تتواجد الحياه.
عاش اللي قال للرجال عنده القناة، عاش اللي حول صبرنا حرب. كانت تلك المرة هي المرة الأولى التي أعانق فيها أخي ميشو. لقد انتابني إحساس وشعور في هذه اللحظة لم أشعر به من قبل، ولكنني لأول مرة أشعر أنني فعلت شيئا جيدا لأخي وتوأمي ميشو. ولكن كما قيل، الوصول للقمة صعب، ولكن الحفاظ عليها هو الأشد صعوبة. لذلك سأبذل قصارى جهدي للحفاظ على أخي ميشو حتى يبقى على القمة دائما. ولكن الآن هو وقت الفرح والانتشاء، ولذلك لا بد من الاحتفال حتى لا تمر علينا اللحظة. فلقد ازداد اليوم عدد الشرفاء واحدا. خير يا ميشو. صباح الخير يا ابو سيد. ايه يا ابني اللي مصحيك بدري قوي كده؟ الساعه لسه ما جاتش 9. انت نازل ولا ايه؟ ايوه ابو سيد، انت عايزني في حاجه؟ انا شخصيا ما استغناش عنك ابدا ابدا. ويا ترى ايه هو بقى المشوار اللي منزلك بدري قوي كده؟ سبوبه صغيره ولا مصلحه ولا شغلانه كبيره؟ لا ده ولا ده يا سيد، انا رايح القسم اقابل ساره، الظابط ساره. ايه يا عم ميشو، في ايه؟ وانت ايه اللي يوديك برجليك لحد عندها؟ بعدين يا سيد، بعدين هتفهم. انا عايزك بس تطمن كده وما تقلقش. سلام. اي بقى الواد ده ماله؟ الواد ده فيه حاجه متغيره. وصار الست ساره دي عايزاه في ايه؟
ميشو. سندوتش ايه ده؟ حلاوة حنية. تسلم ايديك. لا انا مش شايفها. ربنا يهديك يا ابني ويجعل لك في كل خطوة سلامة. بص بقى يا ميشو، هو ده الملف الجديد بتاعك اللي هنملاه بالنموذج الجديد لميشو اللي هنقدمه للمجتمع. حلو؟ حلو قوي ميشو. معلش اسلمت بصراحة، قمر في البدلة. وبعدين بقى؟ خلاص يا ست، انت دلوقتي واخدين على فين؟ هتعرف حالا. بس عايز اقولك حاجة. قمر تعالى يا ميشو. اتفضل. صباح الخير يا استاذ سهر. تمام. الأستاذة سهى الأخصائية الاجتماعية، هتديك دروس في كيفية التعامل مع المجتمع وإنشاء علاقات اجتماعية صحيحة. ازيك يا أستاذة سهى؟ أهلا وسهلا يا أستاذ ميسو. دي هتبقى معايا على طول؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي يا لمياء يا حبيبتي. أهلا وسهلا. أنت عارفة يا لمياء يا حبيبتي، على الرغم من ان عمي انس تعبان الا انه اصر انه يعمل لك الغداء بنفسه. انا مش تعبان يا فطين، انا بقيت ياك يا لمياء. ازاي حضرتك يا عم انس؟ اما انا اعمل لك حته مفاجاه على الغداء. عارفاها بساره. يبقى فطين قال لك بقى. لا لا ما قاليش، بس حضرتك كل مره بتبقى عازمني على الغداء بتعمل لي بساره مفاجاه. بس بتعجبك صح؟ ايوه طبعا. لمياء انا هطلع بقى دلوقتي لبابا علشان اخليه يجي لك هنا بنفسه، عشان نبقى بعيد بقى عن سميره هانم دي. طب ما تتاخرش النبي يا فطين. لا اتاخر ايه؟ ده احنا النهارده بقى هنروح السينما. ما تقعدوا. ده بتشكر لي في بصاره حضرتك يا عم. كويس. هنروح السينما النهارده حفله 3 العصر. بس بقول ما تقوليش لبابا. ها؟ لا مش هقول. مش بص بص بص، انت ممكن تقول لعمي. يلا يا فطين بقى. عمو مش عايز نساعدك في حاجة؟ ممكن تجهز السلطة. هي فين السلطة دي؟ اهي. طب اقعد يا عم تريح. كل حاجة تمام. انا بقى ايه احط ايه الشطة عشان ما تحلاش لو هي مش هتشطة. يا جامد. اللي قول لي يا عمي، هو ليه فاطين مش عايزني اشوف سميرة هانم دي؟ ما تشوفيش وحش، اصلها روحها في مناخيرها وبتزهق بسرعة. زهقت. ليه يا حبيبتي؟ ما كنا حلوين اهو. مش عارفه مالي. لو تعرف اللي مساء الخير يا بابا يا حبيبي يا عسل. ايه ده؟ في مساء الخير يا مرات بابا يا حبيبتي يا رمز الحنينه. ثانيه واحده. ايه رمز الحنينه دي؟ ما اعرفش. والواد ده ماله؟ ايه اللي بيعمله ابنك ده؟ مش عارف، بس انت بيقول رمز الحنينه جايه من الحنان. مش طبيعي طول عمره. اتفضل يا مرات بابا يا عسل. اتفضل يا بابا يا سكر. في ايه يالا؟ مالك؟ ما تجيب من الاخر. مش حضرتك يا بابا كنت زعلان مني ان معاك على لمياء خطيبتي، وحضرتك ليك انك تزعل يعني، فانا قلت بقى لازم اراضي حضرتك، فقلت بقى لمياء خطيبتي تيجي هنا بقى تتعزم معانا على الغدا. عزمتها فين ياض؟ عند عمي انس. والمصروف؟ حضرتك يا بابا بقى تنزل معايا كده هون علشان تتعرف عليها تحت. وهي مش فيها رجلين؟ ما تمشيش على رجلها ليه وتجينا تزورنا هي؟ ايه؟ تيجي تيجي. قولي لي بقى يا اموره، انت بتشتغلي ايه؟ مدرسه سميره هانم، مدرسه. هو بقها ده لما نفتحه مش هنلاقي جوه لسان؟ يعني هي ممكن تعبر عن نفسها بنفسها؟ سيبها تتكلم لوحدها عشان بزهق بسرعه. حاضر حاضر مدرسه. انا بشتغل مدرسه العاب في المدرسه اللي بيشتغل فيها فاطين الصبح، وبالليل بشتغل في السيرك. سيرك؟ شاري ايه يا اختي في السيرك؟ بتدربي اسود ولا بتدربي قرود؟ يا بابا يا بابا يا حبيبي لمياء حبيبتي بتعمل فقره جميله قوي. يا اموره انت مشتركه في نوادي ايه في مصر؟
معلش بقى احنا هنستأذن بقى علشان رايحين المكتبة. لحسن مكتبة تلاتة عدت، يا دوبك نلحق مكتبة ستة. وعلى امتى ان شاء الله ناويين تتجوزوا؟ ان شاء الله لما موضوع الشقة يتحل وعمي يكون وافق. دي دخل على طعم عسل مرتي. عن اذنكم. عن اذنكم، متشكرين قوي، متشكرين. سلام يا عم الحبيب، انت وفتاة السيرك بتاعتك. شفت هبدت على رجلها كده وقالت بقى؟ وشفت هو شوح بايده ازاي؟ دي تلاقيها بتحط بقها جهاز وتطلع نار في السيرك. يا خرابي، ايه الست دي؟ دي ست اشهر. معلش يا لمياء يا حبيبتي، انا اسف يعني، وانا يعني ما كنتش عايزك تتعرف عليها من شويه، ما هي من كده اهو. معلش بس انا النهارده بقى هروق لك دماغك. النهارده يا لمياء يا حبيبتي، والاول مره في تاريخ خروجاتنا مش هوديك الاهرامات. انا عازمك النهارده ان شاء الله على السينما، ومش اي فيلم. ايه؟ فيلم تاريخي تحفه تحفه يا لمياء، هيعجبك قوي. الله، الحمد لله لمياء يا حبيبتي ان احنا لحقنا الفيلم من اوله. مبسوطه بقى؟ قوي قوي يا فاطين، ميرسي قوي. شكرا شكرا. استنى استنى لمياء، شوفي لي نص جنيه فاتن معاكي. استنى على طول كده، خد ده، دي جنيه اهو. ماشي، خد، خلي بقى عشان ايه رايك بقى في النضاره؟ شايفاني مجسم ولا لا؟ انت شايفني مجسم؟ انا مش شايف خالص. يعني يا فاتن انت مش لابس النضاره ولا ايه؟ اصل انا قلعتها لمياء علشان البس بقى النضاره الثري دي دي. الصوت لو سمحت، والصوت حضرتك، الصوت مش من عندنا. لو مش سامع حضرتك اطلع للكابينه فوق وخليهم يعلوا شويه. صوت كنترول عالي، وطي صوتك يا عم. حاضر، بصوتك ده انت مش مكسوف منه، سايب الفيلم ومركز معانا احنا. يا لمياء يا رتا، لا 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 امسكي، انا هقوم اجيب بقى فشار لحسن، الفيلم ده عجيب. ايوه هو ده. ياه، زحمه موت على الفشار. الناس سايبه الفيلم وبتموت بعضها بره على الفشار. بس حلو مش كده؟ ها؟ ياه يا لمياء يا حبيبتي، لحظات السعادة قليلة قوي. ايه ده؟ لما انت مش لمياء يا حبيبتي بتاخدي ليه مني الفشار وبتاكليه؟ لمياء، لمياء، انت يا استاذه اللي بتدور على عيلة تايهة. حضرتك دي مش عيلة تايهة، دي خطيبتي، وبعدين دي كبيرة وعاقلة. لمياء، لمياء، رد عليها يا لمياء، خلينا نخلص. يا ابني تعالى اقعد هنا، فضحتنا في السينما. انا اهو. حاضر يا لمياء، حاضر يا لمياء. انت كنت فين يا لمياء؟ قاعد اهو، الفشار وقع مني. مش مهم، اتفرج على الفيلم احلى. وهامون افترا سيتي اوف ذا ديد انشنت باريوس. اصل الراجل الفشرنجي اللي هو بيبيع الفشار ده خد مني البطاقه، علشان جردل الفشار ده بقى كان ب 30 جنيه وانا معيش غير 9 جنيه بس. لمياء اديني بقى الباقي. ها؟ حاضر هديهم. اوعي تنسى. يوه يا استاذ بقى، صوت انت ولمياء حبيبتك دي. بقول لحضرتك ايه بقى، انا لسه واقع والفشار وقع مني وما اتكلمتش، فحضرتك بقى لو سمحت عشان انا مش ناقص. بس انا لمياء مبسوط وفرحان قوي، وانت كمان فرحانة ومبسوطة ومزقططة وطايرة من الفرح. مش كده؟ ايوه قوي يا فطير. ادي اللي كان عمال يقول لي الصوت الصوت. اتاريه جاي هنا علشان ينام. سيبك منه، خلينا في فيلمنا احنا. على رأيك يا لمياء. ايه ده؟ ايه ده؟ ده غلط يا لمياء يا حبيبتي. ايه ده ايه ده؟ اللي بيحصل ده غلط. هو ايه اللي غلط يا فاطين؟ خطأ تاريخي، الفيلم ده مليان معلومة غلط، لو سمحتوا اقف الفيلم.
انتوا لا فاهمين حاجه ولا دارين باي حاجه. الفيلم ده بيزور التاريخ، بيزور الحضاره. وقف الفيلم لو سمحت. الفيلم ده مزور، مزور لحضرتنا. محدش يشيلني. يلا انا قاطع تذكره ومن حقي الاعتراض. لمياء يا حبيبتي يبقى كده يا ميسو، عشان تتغير لازم تظبط علاقتك بالناس. يعني اعقد صداقات جديدة عشان اسلوب حياتك يتغير. شوف ناس جديدة، اشترك في نادي، سيل حديد. اندرستاند؟ صدقي بقى والله يا استاذة سهى، انت صعبان عليا. ايوه ما تستغربيش، واقفة كده طول النهار على رجليك اللي زي عودين العودين، وعمالة تكتبي على السبورة بإيديك اللي تتلف في حرير. ده حتى حرام عليكي صحتك، حرام عليكي عينيك اللي زي عنين الغزال الشارد. لا تعالي تعالي اقعدي جنبي هنا. تعالي يا شيخ اغسل ايدك لو سمحت، انا اروح لوحدي. يا سلام. بس يا ميسو الدرس لسه ما خلص. ده درس ايه بس؟ احنا هنروح من بعض فين يعني؟ ما احنا قاعدين اهو مع بعض. تشربي شاي؟ لا انا بشرب عرق سوس. انا كنت واثق ان باسلوبك وحماسك ده انك هتنجحي فعلا. لسه يا فندم احنا لسه في اول خطوه. اول خطوه دي بقى هي اصعب خطوه. كونك تقنعي لص خطير جدا زي ميشو دوت، فدي اصعب خطوه. المهم اللي جاي يا فندم. انا كنت واثق انك هتنجحي، ولما تنجحي هيكون عندنا نموذج فعلي لنجاح التجربه. وفي الحاله دي بقى يا ستي ممكن نطلب من الداخليه تعميم التجربه، ويا عالم ممكن نوصل ان ما يبقاش عندنا لا مجرمين ولا حراميه ولا لصوص خالص. المهم ان يكون عند حسن ظن سعادتك. ها قولي لي بقى معاه مرحله التدريبات على حياته الجديده؟ اه يا فندم النهارده كان اول يوم وكله ماشي تمام. والله يا ميسو موفره له كل اسباب الهدوء والراحه وبرده مش عاجب. معلش معلش استحمليه، ما هو برده جوزك يا سهى. يا سهى صدق ان من ساعه ما اتجوزنا ما عزمنيش ولا خدني مره فسحني ولا حتى قال لي بحبك يا سهى. لا الا ما يمكن اخرس وانت مش واخده بالك يا سوا؟ لا بيتكلم مره نطق. قال ايه؟ اخرسي. لا لا ما يصحش لحد كده، ما يصحش يعني. ده انت مراته وليك حق برضه. هو اسمه ايه؟ سادي. لا سادي غلطان، غلطان سادي. وكله كوم، ويوم الاجازه اللي بيقعدوا معايا كوم تاني خالص. ايه بيعمل ايه سادي؟ بيفضل قاعد كده لازق وسه في الجرنان، ما يبصش في وسي. تصدق يا ميسو مفيش لحظة رومانسية واحدة تجمعنا. وأنا بجد يا ميسو بدون مبالغة ما يتبصش في وسي. لا ايه؟ لا طبعا يتبص في وشك. ألا ده الواحد ما يشبعش من وشك. ده كفاية نضارتك. كفاية ضحكتك. كفاية كفاية كفاية. عنده حق ثادي. ها ايه الاخبار؟ حضرة الضابط والله ميسو مش محتاج يعني ما سأل علي، مستوعب كل حاجة، دراسات نفسية، دراسات اجتماعية. يا اهو ميسو يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنشيل حديد اهو. خلاص كده انت يومك انتهى النهاردة، روح بدري عشان تنام. بدري ايه؟ قال احنا مش هنخرج النهاردة مع بعض ميشو. يا ستي ما تقلقيش انا اللي عازمك. اوعدك لو خلصت اول اسبوع بنجاح ليك عندي عزومه. بعد اسبوع؟ ده احنا بقينا بخل قوي، ما احنا كل يوم كنا مقضينها خروجات مع بعض. دلوقتي بقى في شغل وحاجات تانية مهمه صح؟ صح. سلام. هتروح على طول؟ لا هعمل بس مشوار مهم كده وبعدين هروح على طول. ميشو يا ستي ما تقلقيش حاجه لازم اعملها. سلام. سلام. اسبوع. ايه انت هتبطل سرقه؟ انا مش مصدق. لا صدقه زي ما سمعته كده. يعني ايه مش الحاوي خلاص هيتوب؟ يعني مفيش عمليات ولا مطاردات ولا سندوتشات كبده؟ خلاص مفيش. فينيش فينيتو. مش الحاوي خلاص هيطير ومش خايف لا يقع، وهيطير بالنهار قدام الناس كلها.
خلاص بقيتش احب الليل ولا الضلمة، طلع في الوان تانية انا ما كنتش شايفها. مش الحاوي من النهاردة قابل الوان الطبيعية. كنت عايزاك يا دكتورة ولا مشغولة؟ لا مشغولة ايه بقى؟ وبعدين مدام قلتلي يا دكتورة تبقى عايزاني في استشارة. اقعدي يا حضرة الضابط، ها؟ عايزة تستفساري عن ايه؟ هي استشارة شخصية واستشارة نفسية. طب ما نبتدي بالشخصية الأول. أولاً أنتِ معزومة معايا بكرة عشان أنا كسبت الرهان من فؤاد. أولاً بقى أنا مش هقدر أجي معاكم لأني عندي شغل مهم جداً بكرة. ثانياً اللي فرصة العزومة الحلوة دي وتقعدي انت وفؤاد تتكلموا مع بعض بهدوء بعيد عن تفاصيل الشغل المملة اللي انتوا فيها ليل ونهار دي. ماما هو انت فعلا مقتنعة ان فؤاد هو الشخص المناسب بالنسبة لي حتى لو كانت طباعنا مختلفة؟ مش معنى انكم مختلفين في وجهات النظر معناها انه تبقوا طباعكم كمان مختلفة، لا اطلاقا. وبعدين شيء جميل قوي انكم انتوا الاتنين بتحبوا شغلكم وعايزين تنجحوا فيه، بس الشغل حاجة والحب الجواز حاجة تانية خالص. انتي مقتنعة بيه؟ انا مقتنعة بيه بس مش عارفة لو طلب مني اسيب الشغل هوافق ولا لا. ما تسبقيش الاحداث قبل ما تحصل، خليكوا دلوقتي في الخطوة اللي انتوا فيها. اوكي اوكي يا ماما. طيب ايه بقى الاستشارة النفسية؟ دلوقتي ميشو بدأ فعلا يتأقلم وانا حاسة انه هيبقى انسان جديد وناجح. طب كويس قوي. دلوقتي بقى انا اتعامل معاه ازاي؟ يعني ايه يا بنتي مش عارفه تتعاملي معاه ازاي؟ يعني انا حاسه انه مركز معايا قوي، بيتعامل معايا على اني ساره اللي عارفها في الاول مش الضابط ساره. لا خلي بالك هو هيركز معاكي قوي ومعاكي انت بالذات عشان من وجهه نظره عايز يثبت ان انت زي ما انت ما اتغيرتيش، وانه عمل كده علشان ساره مش عشان الضابط ساره. طب وبعدين يا ماما؟ حاولي تتعاملي معاه زي ما هو شايفك وهو مع الوقت هيفهم وهيتأقلم. اوكي يا ماما. دلوقتي انا كنت عايزه اجيبه لك العياده عشان تتعرفي عليه. اوكي بس ابقي كلميني الاول. ماشي ميرسي يا ماما، اسيبك بقى تكملي قرايه. لا لا قرايه ايه، العناية تعبتني، هطلع انام بقى. طب يلا يلا يا حبيبتي. صباح الخير يا سمسمه يا جميله، بحبك. معلش بقى اعذريني، انا النهارده مش هقدر اشغل لك الاغاني اللي انت بتحبيها على الصبح، لحسن مرات بابا بتتلكك ليا، ممكن تصحى وتنكد عليا. الهي يا رب ينكد عليها. نامي نوم الظلم عباده. يا فاطين فاطين اصحى يا فاطين اصحى ورد عليا يا فاطين بدل ما اصحيك بطريقتي. ماشي ماشي علموها داخله الحمام، اخرج من الحمام الاقي النسكافيه بتاعي جاهز. اخرج من الحمام يا الهي يا رب ما تخرج من الحمام ابدا. دبابيس؟ حاطط لي دبابيس؟ اللي عايز حاجة يعملها لنفسه؟ ماشي يا فطنطن. سيد يا سيد
سيد تعال. صباح الخير يا حبيبتي. يرضيك كده؟ ايه؟ ابنة فاطين مالك؟ نزل من غير ما يعمل النسكافيه بتاعي وسايب لي ورقه بيقول لي فيها اللي عايز حد يعملها لنفسه. قليل الأرب. ايوه قليل الأرب. ما تربطهاش. ايوه ولا يهمك. ايه؟ ايه ده؟ اسمع عليك يا دبابيس. دبابيس حاسب. ايه ده؟ هو 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 اسمع يا سيد. دخل في رجلي. ايوه هو اللي رمينا المسامير في الارض. معلش معلش معلش. سلامتك يا سيد. ابنك كنت عامل ابنك. انا هربهولك لما يرجع. ولا يهمك انا هعمل لك نسكافيه بايدي. بجد يا سيكا؟ ايوه بس ما تزعليش نفسك انت. ليك عليا اول ما يرجع هقدمه. كنت عايزه اقول لك على حاجه كمان. امريني يا حبيبتي. عايزه حوالي كده يعني 150 الف جنيه عشان معيش سيوله، عشان عايزه اشتري الاجهزه الرياضيه الجديده بتاعت السنتر. حاضر عدى عليا في المحل وانت رايحه السنتر هتزين من عندي قبل العندي. ربنا يخليك ليا. رواقي بقى يا حبيبتي عشان الشمس تطلع. وشو؟ لا ما هو دي بقى مش طريقة شغل، ربع ساعة تأخير؟ صباح الخير، معلش أنت معك حق. لا بصراحة كده مش هينفع خالص الكلام ده، ده أنا حتى بفكر أشوف لي بقى ظابط تاني واسم تاني وهل إقسام مالية البلد. طب أقعد يا مشو. ماشي أنا هقعد بس علشان خاطر العشرة، ها؟ لكن الكلام ده ما يحصلش تاني. طب أقعد يا مشو. ربع ساعة، ربع ساعة. الشاي فين؟ جاي حالا. ابعت لنا اتنين شاي. مظبوط مظبوط. معلقه سكر واحده. معلقه سكر واحده. لو في نعناع يبقى زي الفل. ميشو كده تمام. كده تمام. لا خلاص شكرا. قولي يا ميشو هو انت ليه ما كملتش دراستك مع انك كنت الاول على المدرسه؟ بصراحه ما كنتش فاضي. بتهزر؟ لا بتكلم جد. اصل انا اسمي كان في الفتره دي ابتدى يسمع في السوق والعمليات كانت بتنزل عليا ترف، قلت بقى اسيبني من التعليم واشوف شغلي. طب قولي مش عايز تكمل في الجامعه؟ ازاي يعني؟ الجامعه المفتوحه. سيب الموضوع ده عليا، بس انت الاول خلص كل مراحل التاهيل. احنا مش هنخرج بقى ولا ايه؟ لسه في شغل. ماشي ايش اشرب شايك بسرعة عشان نبدأ اليوم عشان بعد كده عندنا مشوار مهم عند الأستاذة سهى؟ لا الأستاذة سهى من 12 لـ2. امال هنروح لمين؟ هقولك. عرفان يا ميشو قتل 18 واحد. 18 واحد؟ وسرق ونهب وعمل كل اللي هو عايزه لغاية ما عارف الدنيا على حقيقتها. عم عرفان تجربة إنسانية كان لازم أعرفك عليها. تعرفين عليها دلوقتي يا سارة؟ دلوقتي؟ ميشو يا عم عرفان اللي كلمتك عنه قبل كده. ازيك يا ميشو غلبي؟ الحمد لله. طيب الحمد لله ان احنا اطمننا بقى. السلام عليكم. يلا بينا. يلا بينا يا ساره. يلا بينا على فين؟ انت هتقعد هنا مع عم عرفان. مين ده؟ انا هسيبك ومش هتاخر عليك، هروح اشكر المأمور انه ساب لنا اوضته. ايوه ما ايه؟ اقعد اقعد يا ميشو غلبي. ده انا ما صدقت ان حد يزورني علشان اقعد اتكلم معاه. ولا انت خايف مني؟ لا ابدا. اخاف ايه بس يا عم عرفان؟ طب وانت بقى محدش بيجي يزورك ليه؟ فين اهلك؟ فين قرايبك؟ محدش يعرف عني اي حاجه. 25 سنه فايتهم وما عارفش عنهم حاجه، حتى ولدي ومرضي سبتهم وهجيت. طب سبتهم ليه يا عم عرفان؟ في حد برضه بيسيب اهله؟ الدنيا الدنيا غرتني يا ميشو يا ولدي. كنت وانا في سنك كده كنت حاسس اني قوي، امشي على الارض اقول يا ارض تهدي. ما عليك الا اني سبت اهلي وناسي، سبت عزوتي وتلميت على شلة من المطاريد، حبيتهم قوي واخترت طريق الشر، عملت كل اللي يخطر على بالك. كنا نوقف خلق الله واللي يدفع يعدي.
واللي ما يدفعش هيموت. قتلت، نهبت، سرقت، لميت فلوس ياما، فلوس تملى زكايب اوضاعك كلها، لحد ما جاء اليوم الواحد من المطاريد وقف ولدي بدر وقتلوا على الطريق، وكان ربنا بيعجبني. قعدت افكر، افكر كيف، افكر كيف والغل مالي عروقي والضيق، الضيق بلا صدري، مدريتش الا وانا ماسك الرشاش الالي وبفرغه في كل المطاريد اللي كانوا معايا في الجبل، مع اني كنت بحبهم قوي. لما الضيق ملا صدرك قتلت كل المطاريد اللي في الجبل اللي هم حبايبك. ايوه. ايه؟ ما تخافش ده دخان، كانوا 10 يا ابني، قتلتهم كلاتهم مع ان كنا بنحب بعض قوي، سنين سنين قاعدين ناكل ونشرب مع بعض في الجبل. دنيا، وبعدين سلمت نفسي للحكومة وبدع ربنا يسامحني ويتوب علي. سامحني يا رب وتوب علي. امسك عم عرفان، امسك كل وغير الموضوع ده خالص، اتكلم في حاجة تانية. لما اتضايقت قتلت حبايبك. ايه؟ مش مصدقني ولا ايه؟ لا مصدقك، مصدقك يا عم عرفان. كل يا عم عرفان كل. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فؤاد. انت اكيد سمعت عن رجال الاعمال المتورطين في قضيه فساد الادويه. طبعا يا فندم، تقريبا كده رجل الاعمال حسين المرشدي قدم استجواب في مجلس الشعب عشان يفتح الموضوع. حسين المرشدي ده تعرض لعمليه سرقه الاسبوع اللي فات، وبعدين جاله اكتر من تهديد بالقتل بس ما قدمش بلاغه. والمطلوب يا فندم؟ تعرف لي ايه القضيه كلها، وخاصه التهديدات اللي جات لحسين المرشدي. هل التهديدات دي جات له من رجال الاعمال ولا من حد غيرهم؟ وهل كان معاه حاجه تدينهم ولا ما كانش معاه حاجه؟ بالنسبه بقى للسي دي اللي اتسرق، عايزك تعرف لي مين اللي سرقه واتسرق ازاي، يعني تعرف كل حاجه عن القضيه دي، كل حاجه. حاضر يا فندم، تحت امر حضرتك. عاوزك تتعامل بحرص في الموضوع ده بالذات، وكل الادارات تحت امرك لو حبيت تستعين بحد منهم. حاضر يا فندم. بالتوفيق يا ابني. بعد اذن سعادتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ فطين. دلوقتي انا عاوزك تجاوبني وبمنتهى الصراحه، مين دول وعلاقتهم بيك ايه؟